اليوم احنا كنتواجدوا في اقليم شفشاون في جامعه الدردره في اطار اليه المثمر المتنقله في صيغتها الاشجار المثمره. اليوم حنايا عطينا الاهميه للزراعه ديال الزيتون وزراعه التين نظرا للاهميه ديالتهم من ناحيه المساحه في الاقليم ديال شفشاون. في الاليه غادي تستمر المده ديال 3 ايام اللي غادي نستقبلوا فيها ما يقارب 400 فلاح وفلاحه ديال الاقليم اللي كينتميو ل 10 ديال الجماعات القرويه مختلف الجماعات اللي متواجده في الاقليم ديال شفشاون اللي استفدوا مسبقا من التحاليل ديال التربه بشكل مجاني. فاليوم غادي يقوموا بالزياره ديال مجموعه ديال الورشات، اهمها الورشه الاولى كيفيه اخذ عينه ديال التربه بشكل اللي هو مثالي وجيد وعلمي باش تكون عندنا النتيجه اللي هي ممثله للبقعه الارضيه ديالهم. من بعد كاين زياره للمختبر المتنقل باش يتعرفوا على جل المراحل اللي كدوز منها التحليله ديال التربه حتى الاخر باش يحصلوا على النتيجه. كنعطينا الارشادات الى اش غديروا داك الفلاحه ديالكم، اش من لانكري كنعطيوها، اش من الملحه، اش من نوع ديروه للفلاحه ديالكم. وهذا الشيء اللي الماء اللي ناقصنا، حنا ما عندناش الماء، السقيه ما عندناش، واخا كنسقيو مي كيجي ديك الوقت ديال الصميم ما عندناش الماء اللي نسقوا به ديك الفلاحه ولا نسقوا به ديك الزيتون ولا شي حاجه. كاين بزاف الزيتون بالهكتارات، ماشي انا بيدي اللي كنهضر معاك، انا بيدي دابا غارص شحال راها طالع عند 700 زيتون عندي. كاين اللي طعمت، كاين اللي مازال، كاين اللي كبيره، كاين على شي 4 الانواع. بالنسبه للمردوديه واش كاين؟ الله يجعل البركه. كاين بالعام، عام كيجيب وعام ما كيجيبش، عام كتجي الغله الخير موجود. لا السنوات مزيانين جاو، هذا العام كان ناقص شويه على عام الاول. عام الاول كان تبارك الله الخير، عام الاول الخير موجود، وهذا العام جا شويه النقص. لا كينفعونا الحمد لله، كيعطونا داك الشيء بالتدقيق، اللي كيتبعوا كيستفاد، اللي ما كيتبعوش كيهمل، هذاك عاود كيجي النقص. هذه اللي كاين، اما الماء ناقصين من الماء الاخ. السقيه ما عندناش، وكان عندنا السقيه راه شي حاجه زايده عاود. حنا ناس فلاحه، هنايا فلاحه على قد الحال، ماشي فلاحه الكبارين. دابا كاين اللي دابا العام اللي كيجي الغله كاين اللي كنبيعو 2 طن 3 طن ونطحنو 2 طن، وكاين العام اللي كتجي لك ديك 1.5 طن. الله يجعل البركه الله يخليك. من بعد الزياره ديال الفضاء اللي غادي يكون فيه تفاعل ما بين المهندسين الفلاحيين والخبراء الفلاحيين للبرنامج المثمر مع الاخوان الفلاحه والفلاحات ديالنا باش يشرحوا لهم الخصوصيه ديال الارض ديالهم وشنو هو المسار التقني فيما يخص التسميد المعقلن اللي خصهم يتبعوه باش يرفعوا من المنتوجيه مع الحفاظ على الموارد الطبيعيه. من بعد غادي يكون زياره للفضاء الرقمي اللي كنعرضوا فيه جديد التطبيقات الرقميه اللي كتوضعها مجموعه او سي بي في خدمه الفلاح. ابرزها في هذه المرحله كنتحدثوا على تطبيق اتمار اللي كيمنح مجموعه من الخدمات بطريقه سلسه ورقميه للفلاح وكاع الفاعلين في القطاع الفلاحي. من بعد كاين زياره للورشه ديال سولنا نجاوبكم مع الخبير الفلاحي اللي كيحاول يجاوب على الاشكاليات التقنيه اللي كيعاني منها الفلاح في الاقليم ديال شفشاون فيما يخص زراعه التين والزيتون. وكنختموها بزياره للوحده الذكيه للسماد الممزوج اللي كتمكن لنا باش نحصلوا على واحد السماد مشخص على حسب الفلاح، على حسب نوعيه ديال الارض ديالو والفلاحه ديالو والمردوديه المتوخات. اذا فالاليه من بعد 3 ايام غادي تنتقل من الاقليم ديال شفشاون لاقليم مدلت ان شاء الله، ولكن المواكبه فهي مستمره عن طريق المهندس الفلاحي ديالنا اللي متواجد بصفه دائمه مع الفلاحه ديال اقليم شفشاون. 12680 قطار اللي تغرس في اقليم شفشاون، زي فيها التين، زي فيها الداليا، زي فيها
الكرم مسكن له. وهذا المشروع هذه ديال الفوسفات غيستفد منه المواطن بصفه عامه، وحشي يعني ممتاز الشيء راه بخير، طلع بواحد النتيجه مربحه للمواطنين اقليم الشام بصفه عامه. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكتف الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.